الليزر الكربوني هو نوع من انواع الليزر. طريقته بسيطه جدا. الاول طبعا بنقوم بكونسلتيشن، فول كونسلتيشن مع الكلاينت اللي جايه، وبنعمل لها فحص بشره كامل. وبعد ما بنعمل لها فحص بشره وبنشوف ايه الحاجات اللي موجوده في البشره اللي هي ممكن تتعالج بالليزر الكربوني. الستبس اللي احنا بنعملها، الاول طبعا بننظف السكن، بنشيل اذا كان في اي ميك اب علشان الالوان بتاعت الميك اب، واذا كان في اي حاجه مش نظيفه في البشره تنضف. بعد كده بنحط الليزر الكربوني، بنحط الكربون، بنحطه في الفرشه لمده 10 دقائق. الليزر الكربوني التكنيك بتاعه بسيط جدا جدا جدا. الهاند بيس او اللي هو الاشعه بتاعت الليزر بنمررها على الليزر الكربوني، فهي بتمتص الليزر الكربوني. بتبص تلاقي ان الكربون بيروح من البشره تماما. الكيميكال بي اللي عباره عن مواد كيميائيه بنحطها على البشره، تمام، علشان تشيل، بتنظف البشره وبتشيل الطبقه الخارجيه من البشره. بس الليزر الكربوني يتميز عن الكيميكال بيل بانه هو الحراره اللي بيوفرها الليزر للطبقات الداخليه للبشره بتزود اللي احنا بنسميه الكونكتيف تيشو والكولاجين والالاستين، فبتساعد في تقليل حجم المسامات اكتر من كده. الليزر الكربوني ملوش اي اضرار، فيري سيف، امن جدا جدا، وزي ما قلنا ان هو ملوش اي داون تايم. ممكن الكلاينت تعمله اكتر من مره في الشهر، ممكن تعمله لغايه مرتين في الشهر، وممكن تعمله لفتره طويله. اول 4 جلسات بنعملهم مره كل 15 يوم حسب استجابه الجلد للليزر الكربوني، حسب استجابه الليزر للاوبن بورز، المسامات المفتوحه. طبعا النتيجه ما بتبقاش يعني ال 100% بعد اول جلسه، بتبتدي من الستيب 0 لغايه لما توصل لغايه الساتسفاكتوري او النتيجه المرضيه للكلاينت.